مريم مصطفى المباراة اللي جاية مع نادي المقاولين العرب يوم الاثنين اللي جاي بإذن الله. كابتن حمدي صافي بيقول المباراة مباراة صعبة لأن الفرقة ما كانتش مكتملة في الفترة اللي فاتت، وأول ماتش بعد الاكتمال فبيحصل شوية دروب لأن جاية لعيبة تعبانة جدا مرهقة جدا من البطولة الأفريقية أو التصفيات الأولمبية، وفي نفس الوقت لعبته موجوده لسه التجانس مش موجود، لكن ان شاء الله باذن الله نعدي هذه المباراه لان نجمات الكره الطايره فعلا كلهم يعني نجمات كبار جدا وقادرين يحافظوا على اللقب وقادرين يحافظوا على الفوز والبطولات او الفوز في الماتشات المتتاليه. هنسيب الكره الطايره ونروح لمنتخب اليد المشارك في بطوله الافريقيه في تونس في خلاص يوم 16 تبدا البطوله، مباريات مهمة جدا أو بطولة مهمة جدا لها مؤهلة إلى الأولمبيات القادمة طوكيو 2020. منتخب رجال خلاص هيغادر مصر بإذن الله يعني مع المدير الفني الأجنبي جارسيا بروندو. منتخب يضم بنصفه أربع لاعبين، محمد عصام الطيار، إبراهيم المصري، أحمد خيري وأحمد عادل. بكرة الصبح بإذن الله هيطيروا إلى تونس بإذن الله. المجموعة بيلعبوا في المجموعة الأولى كينيا غينيا والكونغو الديمقراطية. هنبدأ أول ماتشاتنا مع كينيا يوم الخميس الساعة 3 وتاني مباراة مع غينيا يوم الجمعة الساعة 1 وآخر ماتش هيكون قدام الكونغو الديمقراطية يوم الحد الساعة 7 مساء. لازم نقف مع منتخب اليد إن منتخب اليد كان منتخب الكرة تأهل وعايزين كمان كل منتخبات تتأهل. الموضوع في تونس موضوع صعب جدا، صعب ليه؟ لان فعلا هيواجهوا حاجات كثيره جدا. اول مواجهه ان كان المنتخبات كلها قاعده في مكان والمنتخب التونسي قاعد في مكان. الاتحاد الافريقي قرر ان كل المنتخبات تقعد قاعدين بره الصاله الاساسيه اللي هيلعبوا عليها صاله رادس، قاعدين براها تقريبا 70 كيلو كل المنتخبات. خلاص كان منتخب تونس قاعد في العاصمه و16 منتخب الباقيين قاعدين في قاعدين في الحمامات. خلاص بكده كل المنتخبات قاعدين في مكان واحد، يبقى دي أول مشكلة قابلت المنتخب المصري. بداية يعني. عندنا مشكلتين، تحكيم أفريقي دي رقم واحد، رقم اتنين ضغط الجماهير الكبير اللي على البطولة دي. كلنا ثقة في رجالتنا، عندنا أمل كبير إن هم يرجعوا هناك بكأس أفريقيا وكمان يتأهلوا لطوكيو 2020. لكن الموضوع صعب جدا، لكن لازم اللعيبة تكون عارفة قبل ما تسافر إن الضغط هناك قوي جدا بالذات بعد فوز منتخب الطايرة التونسي في مصر وتأهله إلى الأولمبياد، فالموضوع مختلف. الصحافة والإعلام سبوت قوي جدا داخل هذه البطولة، لكن أنا بقول من وجهة نظري إن شاء الله رجالتنا يرجعوا من هناك بإذن الله معاهم تذكرة تأهل وكمان بإذن الله البطولة الأفريقية. كل أمنياتنا الطيبة للمنتخب المصري لكرة اليد في البطولة القوية جدا في تونس بإذن الله بالعودة لينا بالبطولة الأفريقية وكمان بيكون تأهل إلى الأولمبياد. نسيب منتخب اليد ومسابقات اليد سيدات. اتحاد اليد بيعلن عن مسابقات أو مواعيد دوري السيدات أو الدوري الأخير. خلاص عملوا القرعة أو حطوا الجداول للفرق، الفرق اللي وصلت للدور الأخير الأهلي سبورتنج الطيران وسموحة والمعادي والزمالك والشمس والجزيرة. الجولة الأولى هتكون بإذن الله يوم 1 فبراير. بإذن الله الأهلي هيلعب مع المعادي والشمس والجزيرة وسموحة وسبورتنج والزمالك والطيران. هبتدوا الماتشات وهو دوري الأهلي حامل لقبه، النادي الأهلي حامل لقب دوري العمومي السيدات. نتمنى التوفيق لسيدات اليد لأن البطولة اللي خسرناها خلاص قفلنا، لكن عندنا بطولة مهمة اسمها دوري سيدات بإذن الله يكون داخل دولاب بطولات النادي الأهلي السنة دي. هنسيب الالعاب الجماعيه وهنروح لنجمنا الكبير كابتن مصطفى عسل. كابتن مصطفى عسل اللي اتربى داخل النادي الاهلي دايما بيكون عنده شخصيه البطل، بمعنى لو خسر يقدر يقوم تاني ويكسب. كابتن مصطفى عسل بيلعب في بطوله جي بي مورجن في امريكا، بطوله قويه جدا 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 بيقابل فيها في دور 16 بطل العالم، بطل العالم جريجري جوتييه. بطولة قوية، بطولة فيها نجوم العالم كثيرين، لكن مصطفى عسل في أول شوط بيخسر منه في أول شوط. كان شوط قوي جدا، عنده خبرات جرجري وقدر يكسب نجمنا مصطفى عسل، لكن نجمنا مصطفى عسل الشوط الثاني والثالث تألق بشكل كبير جدا، لكن سرعان ما تعادله تاني في الشوط الرابع 2-2.
لكن قدام كل العالم، قدام بطوله كبيره، قدام جمهور كبير، قدر مصطفى عسل يحسم اللقاء ليه 3-2 ويتاهل كمان لدور الثمانيه. وان شاء الله المباراه اللي جايه هيلعب مع طارق مؤمن لاعب منتخبنا ونجم نادي الجزيره. البطوله دي بتلعب في نيويورك في امريكا، مجموع جوازها 195,000 دولار. كل امنياتنا طيبه ليه. وكمان نجمنا كريم عبد الجواد بيلعب مباراه قويه جدا النهارده في نفس البطوله. طبعا نجمنا كريم عبد الجواد نجم من نجوم العالم، وعنده مباراه النهارده قويه ومباراه مهمه مع الانجليزي جيمس ديكلين في دور ال 16. كريم مرشح بقوه انه يفوز باللقاء ده، لكن اللقاء لا او الفوز لا ما مش حدش بيعرفه غير لما صفاره الحكم او مع اخر بوينت في الاسكواش. كمان نجمتنا ياسرب عادل بتلعب في نفس البطولة، عندها ماتش صعب جدا مع كميل سيرم المصنفة الخامسة في البطولة. ياسرب قدرت تعدي دور 32 وكسبت زميلتها زينة مكاوي. كل امنياتنا طيبة لنجومنا الكبار بإذن الله في بطولة الاسكواش، وكل نجوم النادي الأهلي بالتوفيق في المرحلة القادمة. خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل نجوم النادي الأهلي في كرة الماء الووتر بول والفوز بكأس مصر للسنة التالية على التوالي. توج الفريق الأول لرجال كرة الماء بالنادي الأهلي بقيادة مدير الفني الصربي ديان جيكوفيتش بلقب بطولة كأس مصر عقب فوزه على نظيره الجزيرة بضربات الترجيح في نهائي البطولة، والذي أقيم مساء الجمعة الماضية بحمام السباحة بنادي هليوبوليس، لينجح أبناء القلعة الحمراء في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، علما أن اللقبين تحققا أمام نفس الفريق. قدم المارد الأحمر عرضا قويا على مدى المباراة التي شهدت منافسة ساخنة بين الفريقين على المستوى الفني. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل ب10-10، ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي حسمت اللقب للأهلي بالفوز ب18-17. بدأ الشياطين الحمر مشوارهم في كأس مصر بالفوز على كل من الشمس، الصيد، الزمالك، سبورتينج، هليوبوليس ذهابا وإيابا، فيما تعادل الفريق مع الجزيرة مرتين، لتصعد أربعة فرق ألا وهي الأهلي، الجزيرة، هليوبوليس، الزمالك للمربع الذهبي. ليلعب الأهلي صاحب الصدارة مع الزمالك صاحب المركز الرابع، لينجح النصر الأهلاوي في الفوز باللقاء الأول بنتيجة 11-3 قبل أن ينجح في تكرار الفوز بنتيجة 6-4 ليصعد للنهائي. يضم جهاز كرة الماء بالنادي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء النائب له محمد فاضل، بينما يضم الجهاز الفني والإداري ديان جيكوفيتش المدير الفني، وليد عزت مدرب عام، أحمد أسامة مدرب الدرجة الأولى، توفيق أحمد مساعد مدرب، باسم زنهم مدرب حراس المرمى، عمرو ممدوح المدير الإداري، أحمد سمير أخصائي التأهيل، الحسن محمد طبيب، سامح العشري إداري، خالد بن عيسى محلل فني. أما عن قائمة اللاعبين فتضم مصطفى ماجد، أحمد سامح، محمد وليد، عبد الرحمن هارون، محمد أسامة، محمد أبو سديرة، مازن قاسم، محمود طارق، كريم جمال، عبد الرحمن أسامة، محمد عبد الستار، محمد وليد عزت، محمد وليد حامد، زياد وائل عزت، حسن هارون، أحمد شريف، أيمن عادل، يوسف سعد، محمود السيد، حازم خالد، أحمد فؤاد، ويحيى علاء. أهلا بكم معانا في الفقرة الحوارية، والتهنئة لفريق كرة الماء بالفوز بكأس مصر للموسم الثاني على التوالي. ما شاء الله انجازات كثيره جدا داخل قطاع العاب الماء برئاسه الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء. لكن خلينا نرحب بضيوفنا النهارده ونجومنا اللي مشرفينا معانا بعد الفوز بكاس مصر. معانا اداري الفريق كابتن سامح العشري، وكمان
لازم نفتكر ساعه ما بقول كابتن سامح العشري، لازم نفتكر استاذنا الكبير رحمه الله عليه كابتن خالد العشري، رئيس ابن اخو الكابتن سامح، هو كان رئيس تحرير جريده المساء في القسم الرياضي. كابتن سامح بنرحب بيك ونقول الف مبروك. ربنا يبارك فيك كابتن خالد. وكمان بنرحب بنجومنا ونجم الفريق وكابتن الفريق كابتن محمد ابو صديره. كابتن محمد بنرحب بيك، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. النهارده كمان كابتن محمد هيشتغل معانا دور المترجم، يعني هو هنتكلم مع كابتن محمد وكمان يترجم للمدير الفني لفريق كره الماء ديان جينكوفيتش. هلو. هلو، مبروك. ثانك يو. اكيد بنبارك لهم لان بطوله مهمه، وهنبدا مع كابتن الفريق ولازم نقول البطوله دي استعدينا ليها ازاي كلاعبين قبل ما نتكلم عن النواحي الفنيه. كابتن محمد اكيد كانت بطوله مهمه للحفاظ على اللقب مره اخرى، فاكيد كان استعدادكم كلاعبين استعداد مختلف. بسم الله الرحمن الرحيم، كان استعداد قوي الحقيقه، يعني الصعوبه كانت ان احنا نرجع نحققها مره ثانيه، ان هي تبقى على مرتين على التوالي، سنتين على التوالي. كان في مجهود جامد جدا بذل من الجهاز الفني واللعيبه، ان هم التمرين يبقى في تمرينين مره الصبح ومره بالليل، وفي التزام الناس سواء الطلبه ان هم يبقوا ملتزمين، سواء اللي بيشتغلوا ان هم يبقوا ملتزمين. فطبعا ده كان في مجهود ضخم يعني من اللعيبه ان هم يبقوا ملتزمين عشان يوصلوا الحمد لله للنتيجه. بصراحه شديده قلت لهم ايه قبل ما يبدا السيزون، ده راجل كابتن الفرقه فاكيد بتشيل الهم عليك على طول، انت اللي بتتكلم مع كل اللعيبه، قلت لهم ايه؟ قلنا له قلنا من اللعيب عندنا مش سهل، السنه اللي فاتت احنا عملنا نتائج الحمد لله طيبه، فان احنا نحافظ عليها ونتحسن منها، فده كان هو التارجت بتاعنا او في الكلام بتاعنا، ان احنا كنا مركزين ان احنا لا ان احنا عايزين كنا ملتزمين السنه اللي فاتت، لا عايزين التزام اكتر من كده، محتاجين مجهود اكتر من كده علشان ربنا يكرمنا ونقدر ان احنا نحافظ على الاداء والمنظر الكويس اللي احنا كنا ظاهرين بيه السنه اللي فاتت. الحمد لله. الحمد لله. اكيد اللاعبين ليهم دور، واكيد الاداره ليها دور والناحيه الفنيه دور، لكن برضو قبل ما نتكلم برضو عن الناحيه الفنيه لازم نشوف الناحيه الاداريه، كان ايه المشاكل، ايه الحاجات اللي واجهته كابتن سامح، ايه اللي واجهك السيزون ده مع اللاعبين قبل ما بعد يعني قبل كاس مصر على طول؟ الحمد لله مش صعوبات واجهتنا مع اللعيبه او الجهاز الفني الموجود، وكمان ما فيش حاجه واجهتنا صعوبات اي خالص مع اداره النادي او اداره النشاط الرياضي او مجلس اداره النادي. بالعكس هي الناس كلها متجاوبه جدا وبتنفذ الطلبات اللي هو بتخص اللعبه والتطور من اللعبه. هنبدا بقى مع الخواجه والتيم يتكلم معايا ونساله. محمد، هو السؤال المهم طبعا، اللاعبين في التزام، وثانيا الاداره نفس الكلام مكتمله، فالعنصر الفني بالنسبه له كان اهم حاجه في الموضوع كله. حضر البطوله دي ازاي؟ He's asking you how did you prepare for that for this cup after the commitment of the player and we start preparation this year very early. We start trainings almost at the beginning of the June. So the preparation period was long and difficult, but on the other way it was very successful, and we reached to these games and especially to these final games in very good condition. هو يعني الاعداد للموضوع والاعداد لكاس مصر ابتدى من فتره طويله، ابتدينا من اول شهر 6 يعني من نص رمضان تقريبا احنا بادئين في الاعداد ليه. كان فتره طويله وصعبه جدا على اللعيبه وعلى المدربين ان هم يلتزموا، بس الحمد لله الدنيا كانت كويسه علشان نقدر نوصل ندخل الفاينل بالمستوى ده والاداء اللي احنا ادينا بيه الحمد لله. اكيد في نقط مهمه اشتغل عليها، يعني السنه اللي فاتت كان عندكم اكيد في مشاكل فاشتغل على هذه النقط. ايه اللي طوره السنه دي في اداء النادي الاهلي؟ He's asking about what did you what were you working on the weak points that we had in the other team also. The main thing what we were improving this year according to the last season is that our physical preparation in which we focus on the work on our legs because working in the inside of the water is most important is to have a good legs. So this was the main thing that we were improving. On the other way, we were improving more aggression in the attack because with the new rules in water polo, it give you more possibility and more chances to score goals. So we were developing this part of the game. هو كان شغال يعني على حاجتين، الحاجه الاولانيه الشغل بتاعنا على رجلينا طبعا، لان الرياضه عندنا هي شغل الرجلين يعني احنا نشتغل عليه، فهو كان بيدور ازاي ان هو يطور ويحسن من ادائنا وشغلنا على رجلينا. ومن الناحيه الثانيه ان هو يخلينا اجريسيف، يعني عايزين نخلص الكرة اكتر، ان احنا نجيب اهداف اكتر من كده، لان التعديلات الجديده اللي حصلت في القانون عندنا بتساعدنا ان احنا نقدر نجيب اجوان اكتر، فمن خلالها ان هو بيظبط التاكتكس والحاجات الفنيه بتاعتنا ان احنا نعرف نجيب الاجوان اسرع من كده. بتوفروا ايه للمدير الفني الاجنبي كاداره؟ بتوفروا ايه؟ ايه متطلباته في السيزون اللي فات؟
هو طبعا كان متطلباته ان كل الايكوبمنتس بتاعته تكون موجوده، الكور والاجوان، وهو طلب كمان الساعه الجديده طبقا للتعديل القانوني الجديد. ايه اللي اتعدل في الساعه؟ اتعدل في الساعه كانت زمن الهجمه 30 وهجمه جديده بتتجدد 30. هو بقى الهجمه كانت بقت 30 وبتتجدد 20 ثانيه بس. فهو طلب الساعه الجديده عشان الناس تشتغل عليها. وطبعا مجلس الاداره وفر على طول الساعه، ما خدتش وقت، جت على طول. بالنسبه برضو للباقي الادارات بتوفر على طول باقي المستلزمات، اذا كان طواقي او كور او اهداف او بيسين او احبال، كل ما يخص اللعبه هو متواجد على طول وبيجي بسرعه. هاخدك في مكان مهم جدا اعتقد، بس كان محمد يرد، بس انا عايزك تسالك شويه، هو الطواقي دي بتختلف نوع انواعها عن بعضيها؟ دي حاجه معينه يعني في الطواقي ولا هي هو كله زي بعضه؟ بس شركات مختلفه هي اللي بتعمل، كذا شركه بتصمم، بس انت بتحط الديزاين بتاعك، كل نادي عايز يحط الديزاين بتاعه بيحطه على الديزاين، بس في الاخر بيبقى لونين مختلفين. لونين اكيد مختلف، ازرق واحمر اعتقد ابيض، لا احمر ده الاجوان، هو ازرق وابيض. ازرق وابيض. قول لي، هو في على الـ على الـ على الهيد نفسها بتكون زي سماعات، او هي مش سماعات انا عارف، بس حاجه عشان تقي الودن ولا ايه بالظبط؟ لا هي دي وقايه للودن، يعني علشان الخط عندنا اللي احنا لعبه عنيفه، فبتبقى دهيت لوقايه للودن عشان الاحتكاكات اللي ممكن بتحصل او كده، ان هي تحمي اللعيب من اي اصابه في الودن. قول لي، اكيد في مباريات صعبه بالنسبه للاعبين في ارض الملعب. تمام. ايه المباراه الصعبه اللي عدت على النادي الاهلي السنه دي في كاس مصر؟ اهم مباراه الفاينل. لان هي كانت مباراه قويه جدا. احنا بنلعب الماتش بيبقى اربع اشواط، فاحنا كل الاشواط طالعين متعادلين فيه مع الجزيره. كانت اصعب لحظه عندنا ان احنا في لقطه احنا كنا متعدين 5-5، بقينا خسرانين 8-5 من الجزيره، وفاضل 3 دقائق على الشوط الثالث ان هو يخلص، فان احنا نعمل الكامباك وان احنا نعرف نعملها، هي دي كانت اصعب حاجه، وكانت محتاجه اتزان نفسي وبدني ان احنا نعرف نحافظ على المينتاليتي بتاعتنا ونحافظ على فكرنا ان احنا ما نطلعش بره الجيم، وان احنا نرجع تاني ونجيب ونعوض الاهداف اللي دخلت فينا. لازم اسال ديار السؤال الاهم، قدر يرجع الفرقه ازاي من 8-5 الى انتصار؟ He's asking you about the final game. How was you able to make us concentrate and get back to the game after we were losing 8-5? Well, one of the things that I'm working with the team from the first day, this is the on their mentality, winning mentality, and that the game is playing until the last second of the game, especially when you are playing this final game. So there is a big improvement, and when we are looking through the season, we had a lot of games in which we were coming back from some maybe slow start or bad result at the beginning of the game, and a lot of times we succeed to turn the game in our favor and win. So this is one long process, but they are following this, and this was one of the games that exactly show that we are doing good. هو بيقول لك ان هو من في الاعداد بتاعنا في فتره الاعداد، ان هو كان بيشغلنا دايما ان احنا لحد اخر صفاره الحكم، اخر صفاره احنا بنلعب لحد اخر صفاره ما بن، فده كان بيساعدنا جدا ان احنا لو في عندنا ماتشات ابتديناها بالراحه شويه، او كانت السكور ابتدى من الناحيه الثانيه، ان هم ان احنا لا نعرف ان احنا نريكفر ونعرف ان احنا نشتغل ونعرف نكسب الماتش في النهايه الحمد لله، لحد ما ربنا كرمنا في اخر اليوم. اللاعبين داخل السؤال ده مش ليك، اللاعبين دائما قلنا في مصر الفيزيكال او التدريبات اللي هي الجيم وكل التدريبات دي تقريبا اللعيبه بتجري منها ما بتكونش عايزاها، بيتعامل ازاي مع نوعيه اللاعبين دي؟ اوكي، هيز اسكينج يو اباوت مين اللاعبين كمان بالمره بقى، عشان هيز اسكينج يو اباوت ذا كايند اوف بلايرز ذات هو دونت وونت تو جو تو ذا جيم اند سكيبينج جيم اند جاست جامبينج انتو ذا ووتر اند هو ار ذيس بلايرز هي وونت سم نيمز. لوك The main thing is that all our players, they are amateur players. So there are some of them, of course, that they cannot reach all trainings and or training in gym because they are working. So water polo is not a professional sport in Egypt. So we have understanding for that. Also, I know that they are giving their best to reach all the trainings and to work hard when they are present. So the main thing is that this is a team sport. So. If somebody is not good or not ready in that moment, he has another 14 players and his friends to cover him. So. هو احنا الرياضه هنا في مصر للاسف هي مش بروفيشنال زي بره، لا احنا يعني لحد ما نسبتها شويه هوايه، فبعرف ان بيبقى في ناس كتير عندها سواء كليات او عندها اشغال او حاجه زي كده، فبيقدروا ان هو اللي ما قدرش يحضر الجيم بيقدر يعوضها من خلال التمرينات في الميه، بلس ان احنا زي ما احنا بنقول ان احنا هي لعبه جماعيه، فكلنا بنشيل بعض، لو واحد ما قدرش يجي ففيها 14 20 واحد يقدر يشيل.
طب قول لي احنا محمد، احنا وصلنا للاحتراف داخل مصر يعني في احترافي، في عقود احتراف وفي لاعبين محترفين، ولا لسه البروسيدر دي ما اشتغلتش؟ ما بين النوادي وما بين بعض في لا في عقود احتراف، وفي لعيبه بيجوا من نوادي تانية يشاركوا في النادي الاهلي او في النوادي المنافسه لينا، فبس مش بالصوره الاحترافيه الكامله زي بره طبعا للاسف يعني، بس لا في كاحتراف لا في احتراف جوه مصر. هل الاحتراف، انا اساله، هل اللعيبه المحترفين، في لعيبه محترفين اعتقد في الدوري المصري دلوقتي اجانب لا منعين الاحتراف؟ هل ده يضيف ولا ده يعني هسأله، هل ده يضيف للدوري المصري ولا ما يضيفش؟ Okay, he's asking about if there is a foreign professional players, will this add to the game and to the joy of the game or will... The main thing with the foreigners is that the foreigners who are coming to play for club give you something. So yeah, this is the main thing. So if you are talking about bringing the foreigners in the Egyptian league, is only the on the way that we are bringing really high quality foreigners, that all the Egyptian players or Ahli players will improve with them. So yes, they can help a lot, but we must be very careful in these decisions according to the what level of foreigners we can bring. هو بيقول طبعا هيبقى في اضافه طبعا لو هم موجودين كلاعبين محترفين من بره، لان الخبره والاكسبيرينس بتاعتهم كبيره. الاضافه اللي هيضيفوها للدوري وهيضيفوها للعيبه في مصر هتبقى اضافه كبيره جدا، لان هم هيبتدوا يتعلموا منهم، حتى كمان ايفن اللعيبه بتاعت الاهلي هتتعلم منهم، هتبتدي تكبر في المستويات بتاعتهم. بس في نفس الوقت لازم ان هم يكونوا حذرين في انتقائهم للعيب الاجنبي اللي هيجي، ما مدى احتجاجه وما مدى امكانيته في التعامل مع البيئه او الرياضه في مصر. اكيد في تعاون بينك وبين المدير الفني وبينك وبين كل الجهاز، بيتعامل ازاي معاكم؟ يعني انت عندك فكر قبل كده اتعلمته، غير الفكر ده معاك ولا هو طبعا إيه؟ كل مدير فني بيجي بفكره. طبعا هو بيقعد بيحط الاستراتيجيه بتاعته في التدريب او في الاداره. طبعا على الاداره، خلينا التدريب ده في الاداره ماشي، بيقعد مع رئيس الجهاز او نائب رئيس الجهاز، مدير الجهاز بيحط الرؤيه بتاعته للاداره عايزه تمشي ازاي. وطبعا احنا بنوفر له كل الحاجات الاداريه اللي هو عايزها او النظام الاداري اللي هو محتاجه عشان ينجح فرقته. واحنا في ظهره في يعني لحد الاخر، لحد ما يكسب. وده اللي واضح ان هو اخذنا كاس مصر السنه الثانيه على التوالي. دي مهمه جدا. محمد، 9 بالليل بتلعبوا في اجواء برد جدا جدا، قول لي يعني ازاي بتنزل الميه انت شخصيا؟ أنا ازاي بتروح للميه والجو برد وكل ناس متكتكه ولابسين وقافلين وانت تنط في الميه؟ ده بيبقى قرار صعب جدا ان احنا قرار ان انا انط في الميه ده هو بيبقى صعب، والاصعب منه كمان لو الميه متدفيه ان انا اطلع من الميه، لان الجو برد بيبقى. بس هو حبنا للعبة دهيت والتزامنا بيها ورغبتنا في ان احنا نحسن ونطور من نفسنا بيخلينا ان احنا ننسى اي حاجة. بتبقى اول دقيقتين ثلاثة كده عقبال ما نبتدي نسخن، وبعد كده خلاص المية زيها زي الجو بره، خلاص خالص مفيش مشكلة. لا خلاص بنتعود يعني. عايز اسأله سؤال، مصر فين في الووتر بولو جوه العالم؟ مش العالم يعني، انت حط فين؟ في المقدمات، في المنتصف، او في Okay. He's asking about where do you put Egypt on the map in regarding the game. صراحة. Putting on the Olympic Games. And I will be very happy if Egypt play next Olympic Games, not now 2020 but 2024. And I think that Egypt water polo has quality and has place to play Olympic Games. هل سمعت؟ اتفضل. هو بيقول طبعا مصر مكانها ان هي تبقى تلعب في الاولمبيكس، هيبقى مبسوط جدا لو ان هي طبعا مش في طوكيو السنه دي في الاولمبياد، بس 24 ان احنا نبقى موجودين فيها، ده حاجه كويسه جدا، لان مصر عندها الكواليتيز والامكانيات اللي تساعدها وتاهلها ان هي تبقى في حته كويسه يعني في العالم مستوى العالم. من وجهه نظري ده تمني، قولها له، ده من وجهه نظري هو بيتمنى، لكن انا شايف ان مصر في ووتر بولو عندنا خامات كويسه جدا، لكن ما عندناش الاستعداد القوي جدا نقابل ابطال العالم في الاولمبياد. He's saying he's hoping that we play in the Olympic Games, but yet he's having the he sees that Egypt have the qualities to do to be in the Olympics, yet they don't have the good preparation to play against top teams in the Olympics. But this is why I'm saying that I will be happy to see Egypt in 2024 in Olympic Games, because a period of 4 years until 2024 is enough long period that one team
can be national team can be prepared for the Olympics and have a lot of games with the top teams and the international experience and everything. هو بيقول طبعا ده سبب ان هو بيقول ان هو نفسه ان احنا نبقى موجودين في 2024 لان الامكانيات اللي عندنا تساعدنا وفي خلال المده بتاعت الاربع سنين ده هي تقدر تخليك الاعداد تديك الاعداد الكافي ان انت والاحتكاك اللي يقدر يخليك ان انت لما تطلع الاولمبيكس لو ربنا شاء واراد طبعا وشاركت في الاولمبياد ان انت تقدر تأدي وتبقى بتعمل ماتشات كويسه. خارطه الطريق الاربع سنين عشان نوصل الاولمبياد. The road or the plan. The plan that you see for being there in 2020. Training with the organizing the senior national team, organizing a competition on the in Africa because there is no African championship in water polo, it's not existing. Playing international tournaments with the top teams from Europe and the top national team from Europe and America. And developing our national league on the way that it's better covered and more becoming more popular and everything. So the players who are playing will be more motivated to train and to play. طبعا بيقول الاحتكاك مع الفرق الاوروبيه طبعا من خلال معسكرات او المشاركه في بطولات دوليه قويه مع الفرق التوب عن زي ما بنقول ده هيساعدنا طبعا في ان احنا نطور من نفسنا طبعا ان احنا الووتر بولو في افريقيا مش بالقوه ده هيبقى ان احنا برضو الاحتكاك مع الدول الافريقيه ده برضو هيساعد وتطوير الدوري المصري بان هو يساعد ان هو يخليه مور كومبتيتيف يخليه في الماتشات اقوى وان هو يطور من لعيبه من مستوى اللعيبه ومستوى الفرق كلها علشان ان هو يطلع احسن ما موجود في مصر. سامح قول لي يا سامح انا بشوف في كل الالعاب في احتراف لاعبين من مصر لخارج في الووتر بولو برضو فيه ولا ما عندناش لسه الموضوع ده؟ لا لسه ما عندناش ان حد يحترف بره يعني. ليه؟ يعني في السباحه سكولارشيب الووتر بولو ليه؟ الووتر بولو ممكن ما لقوش عشان هي مش لعبه شعبيه هي لعبه لوكال يعني مش لوكال يعني حاجه موجوده جوه جوه مصر القطر المصري مش زي مثلا الباسكت عشان الباسكت فيه اعلانات وميديا وحاجات كتير زي ما نقول لعبه كده مقتصره على اعضاء الانديه بس الباسكت والفولي والهاندبول ممكن تلاقي اي حد بيلعب وبيروح نادي لان مش معظم الناس مشتركه في انديه عشان تلعب ووتر بولو فده برده بيعمل ان هو بيقفل على اللعبه شويه ان هو مش متشاف والميديا مش مهتمه بالووتر بولو مش بيعملوا مش بيصوروا ماتشات وبيذيعوا كده فده من اهم الاسباب ان مفيش حد بيشوفك فمش بالتالي شايف ان مفيش ناحيه اعلاميه على الووتر بولو بصفه عامه السباحه اوكي السباحه اوكي بس برده مش جامده مش زي باقي الالعاب بس الباسكت والفولي والهاندبول احنا محتاجين برده الناس تهتم شويه بالسباحه والووتر بولو عشان احنا محتاجين برده احنا لعبه وبنعمل مجهود وبنبذل مجهود وفي ناس كتيره سايبه شغلها وبتركز في الووتر بولو عايزه تبقى حاجه فمحتاجين ان احنا الميديا تهتم شويه بالووتر بولو والسباحه الحمد لله احنا مهتمين احنا قناه الاهلي مهتمين بالاهلي اكيد محمد اكيد اكيد طموح اي لاعب احتراف الخارجي اكيد مش موجود ليه انا بدور عليه يعني انا فعلا بدور عليه فيه يعني في الباسكت عندنا لعيبه خرجت عندنا لعيبه خرجت في الهاندبول في الطايره في كل اماكن اشمعنى الووتر بولو؟ يعني ما جاش لعيب فجاه قال لك انا رايح سكولر شيب ما قال انا مسافر انا هاخد هذه التجربه ليه؟ زي ما سامح ما بيقول هي الرياضه معروفه للكوميونتي بتاعها بس للمجتمع بتاعها بس فبتبقى صعب كل واحد بيبقى حلمه ان هو يطلع ويسافر بره وان هو يحاول ان هو يلاقي فرص السكولر شيب بره وكده بس بسبب الفروق ما بين الفرق بتبقى الدنيا صعبه شويه ان احنا نسافر بره وكده. عايز اسال داليان اللعيبه المصريين يقدروا يحترفوا بره؟ والوسيله ازاي؟ انا عايز اطلع النهارده في الاخر اللعيبه تبتدي تبص للاحتراف الخارجي عشان ده اكيد هيساعد زي ما هو قال ان احنا نقدر نوصل للاولمبياد اللي جايه، فعايز اعرف ايه الاسلوب الامثل؟ He's asking about being a professional player playing abroad. How can the Egyptian player do this, and what is the road to do such a thing? There was a few Egyptian players who play abroad as a professionals in the past years. Like I said, Egyptian water polo has a level to develop players to be professional players and play in the strong league in Europe. There is no problem for that. It's only about organization and international experience because if you want somebody to go to play to Europe, the clubs from Europe must see him. That means that
our clubs must go out of Egypt to play friendly games, the international tournaments, and then let's say that the Egyptian player will start to be on the market. هو بيقول ان كان في زمان بعض التجارب الناجحه للاعيبه المصريين احترفوا بره وناس احترفت بره فعلا, بس هو زي ما كان بيقول ان هو لازم دخل في لاعب اسمه جورج مظبوط اي ثينك مظبوط اتفضل بس ده جيل من زمان ما انا جيل زمان برضه ربنا يديك الصحه. ف ده ان احنا احتكاكنا بره, ظهورنا في معسكرات سواء على مستوى النوادي او على مستوى المنتخب, ان احنا نبتدي نشارك بره وان احنا نحتك مع الفرق بره, هو ده اللي هيدينا اللي هيخلي الناس تشوفنا, اللي بناء عليها يقدروا يقولوا احنا كلاعيبه عندنا الامكانيات ان احنا نتطور ونبقى لعيبه كويسه, بس محتاجين الاحتكاك اللي يساعدنا ان احنا نقدر نعمل ده. سامح, ليه الرياضه دي بالذات بتسمى الاعنف؟ يعني ليه الووتر بولو والناس بتفرق تحس ان هي رياضه عنيفه جدا؟ ليه ده هي عنيفه؟ طبعا عشان الاحتكاك ومفيش ثبات على الميه, فبيبدا بيتعامل بكل جسم ان هو يزق الديفنس او في الاتاك وهو راح يجيب جون, فمحتاج ان هو يستخدم كل قوته ان هو يوصل للجون. عشان الوسط بتاع الميه مش سهل, مش زي الارض هيجري بسهوله, فمحتاج ان هو يستخدم كل قوته في الاحتكاك. والناس برضو شايفه اللي فوق, بس ده في تحت يعني احتجاج واعنف, حاجات اعنف من تحت. ما عندناش الحمد لله, ما عندناش كاميرات من تحت الحمد لله, مش حدش بيبص على اللي يعني الناس بص ان الاعنف حتى من فوق, في تحت لا احتكاك وفي شغل جامد من تحت, والشغل كله بتاع الوتر بولو برضو زي ما كابتن محمد قال في الاول بيشتغل رجليهم عشان الشغل كله على الرجلين, فمحتاجه ان هي يتحرك بكل قوته عشان يوصل لحقق الهدف بتاعه. كابتن محمد بياخد اكتر ضرب صح؟ أكيد. سنتر فيرود كابتن محمد, سنتر فيرود ده بالنسبه للووتر بولو هو المحور الاداء ده مظبوط كلام؟ دي حقيقه صح؟ دي حقيقه. واكتر حاجه بياخد ضرب, اشمعنى اخترت المركز ده؟ يعني ليه رحت المركز ده بالذات؟ تكويني الجسماني كان في الاول هو اللي خلى المدرب بتاعي ان هو يحطني في البوزيشن ده هوت من الاول. يعني تدعي له دلوقتي ولا ايه؟ لا طول عمري هدعي له الحقيقه. اصعب من اصعب البوزيشنز, مفيش بوزيشن سهل, مفيش بوزيشن مش عنيف. البوزيشن بتاعي هو اكتر بوزيشن فيه احتكاكات سواء من فوق المايه او من تحت المايه, بس لا احنا كرياضه, لا الرياضه كلها على بعض عنيفه. ليه الاعنف؟ اشمعنى اطلق عليها الاسم ليه الاعنف؟ حجم الاحتكاكات فيها قوي جدا وكبير جدا, زي ما سامح كان لسه بيقول ان هو ان انا اخلق الاتزان بتاعي وانا ما عنديش ارض. الرياضات التانية كلها عندها ارض بتجري عليها وتتحرك عليها فعنده الاتزان, انما انا بخلق التوازن بتاعي من خلال شغلي على رجلي, فده بيبقى اعنف مجهود الواحد ممكن يعمله, ان انا باجي ان انا اشتغل واجي اشوط مثلا وانا كاني واقف على الارض, في حين ان انا ما عنديش حاجه سوليد ان انا بدوس عليها او بسند عليها عشان اعرف اتحرك. طب عايزين بقى نساله سؤال مهم جدا, المديرين الفنيين بصفه عامه تخلص البطوله يقول لك مبروك, ثاني يوم لك تدريب, هيبدا امتى الاستعداد للدوري الممتاز باذن الله؟ He's asking you, when will you start to prepare for the league? In our heads, we start to prepare for the league after the final of last year. But now, after the cup competition, I think Saturday we have first training. First training. ساتردي يعني هو بيقول بيبتدي من بدري قوي الاعداد للدوري بعد الفاينل اللي هو طبعا ناوي ان شاء الله من يوم السبت الجاي, بس احنا هنحاول نتناقش معاه شويه ان احنا كنت لسه اقول لك اللعيبه هتجري منه صح؟ يعني هنحاول يعني نخش الفقره الثانيه هنتكلم مع اللعيبه هيجري منه, هنحاول ان احنا ناخد لنا يومين ثلاثه كمان. قول لي طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب الدوري, نرجع الدوري ان شاء الله. شايف المنافسه قويه في الدوري اكتر من الكاس؟ هي المنافسه قويه في كل الاوقات, بس طبعا المنافسه القويه السنه دي هتبقى دبل بالنسبه لنا احنا. احنا للاسف السنه اللي فاتت خسرنا الدوري في الفاينل من قصاد الجزيره, فعلشان كده هتبقى المنافسه ان احنا لا احنا عايزين نرجع, الدوري راح مننا في اخر لحظه, لا مش عايزين ان هو يضيع مننا, وربنا يكرم باذن الله كله بالتوفيق من ربنا. من وجهه نظره منافسه مع مين في الدوري؟ He's asking, who do you think your competitor in the league for the championship? For championship, for sure, Heliopolis and Gizira are our biggest competitors. And depending on the position in the league part of the championship, we will see that who will play in the semi-final. But for sure, one of these two teams will be in the final. هو طبعا بيقول ان الاكبر منافسين هم هليوبلس والجزيره, هم دولت يعني المنافسين المباشرين لينا, وطبعا بيبقى بناء بقى على ترتيباتنا في وسط الدوري والنقط بتاعتنا هيبقى مين اللي احنا هنبقى بنقابله في السيمي فاينل ان شاء الله. بس طبعا هو في شهور الاهلي الجزيره وهليوبلس هم اكبر منافسين. نظام الدوري بتاعنا ايه السنه دي؟
هو نظام الدوري المفروض ان هو من دور واحد السنه دي. بس ده اللي هو نظام الدوري المفروض يعني. بيلعبوا دوري من دور واحد فقط لا غير. في كلام ان السنه دي هيبقى دوري من دور واحد. هم لسه بيعلنوا قرار شويه. لسه احنا لسه ما نزلناش الجدول بتاع الدوري فاحنا لسه مش عارفين بالظبط، بس هو متوقع ان هو هيبقى دوري من دور واحد وبلاي اوف سيمي فاينل بيست اوف 3 وفاينل بيست اوف 5. ده المتوقع. ده المتوقع. هو مش المفروض في اول السنه بتنزل النشرات والاتحاديات فبيشتغلوا عليها على طول، ولا احنا شغالين جزء جزء بصراحه؟ هو جزء جزء عشان ظروف الدراسه عندنا مختلفه. يعني احنا عندنا الناشونال والبريتش والاي بي والناس اللي في جامعات، فهو الدنيا مختلفه شويه على حسب ظروف الدراسه، لان احنا ما عندناش دراسه واحده مش متوحده، فبيضطر بينزل على مراحل على حسب المتاح يعني للناس الانديه واللاعبين. محمد لازم استغل وجوده ونظرته لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. اوكي هاو هيز اسكينج هاو دو سي ذا يوث ان اور كلوب. I think this what I see, I'm even more happy that than when we took this cup, because we sit here last year talking about yes. Ideas and everything, and after this period of 1 year I must tell you that the things are going very good. We organize water polo academy totally on the different in the different system. And this what we did is something really cool, because we connect written programs with video links and video exercising and offering and giving to each trainer in the academy that he can work with that. And also as a part of the season that is behind us in the age groups, we are in much, much better position with all the age groups than we were in the last season. And we have good chances to take the General Cup in the, at the end of the season. هو بيقول ان هو مبسوط جدا من التطور اللي حصل. هو كان مع حضرتك السنه اللي فاتت وكان بيتكلم عن ايه الخطط اللي هو حاططها، الخطط المستقبليه حاططها لاكاديميه كوره المايه عندنا في النادي، والحمد لله بناء عليها في تطور كتير بيحصل. ابتدى يدي فيديوهات للمدربين، ابتدى يدي لهم زي سيشنز ان هو يعرفوا يدربوا اساليب التدريب المختلفه علشان يقدر ان هو يطوره، وده جه مردوده جدا على اللعيبه عندنا ان في تطور كتير جدا على مستوى الناشئين تحت في مستويات مختلفة بينافسوا على الفاينل وعلى الدوري، اللي هو ربنا يكرمنا ويسعدنا ان احنا ناخد الدرع في نهاية الموسم ان شاء الله. سامح اكيد لازم اخد منك كلمة أخيرة، بما انك انت بتتعامل مع القطاع، انت بتتعامل في الدرجة الأولى ولا في قطاع كتوتال، قطاع كرة الباقي؟ قطاع كتوتال. أنا إداري المدارس فرع الجزيرة وإداري الدرجة الأولى والناشئين، يعني حلو قوي القطاع من أول موجود موجود. طب هنخش على مشكلة مهمة وهي أولياء الأمور، مش مشكله لكن اكيد عايزك تقول لهم كلمه النهارده ليهم، تقول لهم ايه؟ طبعا احنا بنشكر اولياء الامور عشان هم الاساس بالنسبه لنا، هم اللي بيقدروا يوفروا لنا اللعيبه ان احنا نبذل تدريب ونشتغل عليهم كويس لحد ما نوصل للهدف بتاعنا. فطبعا انا بشكرهم جدا على تعبهم، ووقت ما بتقول لهم تعالوا الصبح بيجوا الصبح، تعالى التمرين بالليل بيوفروا الاولاد، حتى لو هم مش جايين بيوفروا لهم الوسيله اللي هتجيبهم النادي. هم الصراحه مش مقصرين في حاجه جدا. وكمان بنشكر بعد كده الجهاز بتاعنا، موفي لنا كل الطلبات بتاعتنا، كان كابتن وائل او كابتن فاضل او كابتن محمود حسن، كابتن مدحت، كابتن عمرو ممدوح، كابتن وليد عزت، كل الناس كل الناس معانا موفر لنا كل اللي احنا محتاجينه طبعا، وبشكرهم. طبعا الكاس اللي احنا اخذناه المره دي اللي هو الخاص بيا، الكاس اللي هو كاس افضل اداري، انا شايف ان هو مش افضل اداري لوحده، لان احنا منظومه كامله بتشتغل من اول مجلس الاداره لحد اصغر واحد على حمام السباحه. فمفروض ده يبقى الكاس افضل جهاز اداري مش اداري وحده، لان احنا منظومه كامله، انا مش شغال لوحدي، انا معايا جروب كامل شغال. فطبعا بشكر كل الناس اللي احنا اشتغلوا معايا واللي وصلوني للفتره دي. ده الصغير بتاع كاس احسن اداري ده، هو ده. تمام. فبشكر طبعا كل الناس وبشكر اللعيبه اللي عامله مجهود معانا. بنبارك لك يا سامح وبنقول لك التقدم والتقدم وجمهور التوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه. محمد عايز يقول كلمه لجمهور الاهلي وهو لابس تيشيرت الاهلي والعلم والشعار عليه. فعلا انا سعيد جدا ان هو جاي النهارده كده، يعني حاجه سعداني جدا. فيقول لجمهور الاهلي. He's asking what do you say for the team for the اهلي فانز. For the audience, for the fans, what do you say for them? You're very proud, very proud coach. Yes, yes, thank you. I'm proud. I'm proud of first. I'm proud of my team. Also, I'm very happy in the club, and I'm giving all my efforts for this club to be better. What I'm saying for the fans, I'm calling them to come for the final semi-final and final games and the games in the championship to support us, because I'm very sad when I see that
we don't have fans from the our club coming to our games and I hope that they will start to come. هو طبعا هو فخور جدا بالنادي وفخور جدا بشغله في النادي وهو مبسوط جدا بالتعامل معاه وفخور باللعيبه الحمد لله وعايز ان الفانز بتوعنا يبقوا متواجدين اكتر ولانه في الماتشات بتاعتنا ويدونا يشجعونا اكتر من كده في الفاينل والسيمي فاينل كله امنياتنا طيبه ليه ان شاء الله باذن الله والعوده مره اخرى الى قناه الاهلي ويكون متواجد باذن الله ببطوله الدوري. He's wishing you all the best and next time we will having the league in charge. Thank you very much. بكده خلصنا اول فقره وناقص اخيره الفقره الاخيره ان شاء الله نخرج لفاصل ونستقبل كمان نجمين كبار وكابتن محمد ابو زديره هيكمل معانا عشان نتكلم في الجزء الاخير مع اللاعبين وشعورهم داخل المباريات وخارج المباريات والقعده هتبقى حاجه مختلفه تماما الاعداد الفنيه والاداريه بتكون حاجه قاعده غير قاعده اللاعبين. نخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. اهلا بيكم في اخر فقره مع نجوم الفريق اللي كسبوا حققوا كاس مصر وقعده اللاعبين بتكون قعده مختلفه كتير قوي عن اللي نتكلم عن النواحي الفنيه بقى والاداريه يعني بتكون مختلفه لان هم بيطلعوا حاجات كتير عايزين يغيروا اجواء فاحنا النهارده في اخر فقره هنغير اجواء بس خلينا نرحب بنجمنا كابتن مصطفى وهبه حارس مرمى الفريق الاول بالنادي الاهلي. كابتن مصطفى الف مبروك. الله يبارك فيك يا كوتش. الف مبروك على احسن حارس مرمى. ربنا يخليك. طب الكاس احسن ولا حارس مرمى؟ لا الكاس طبعا مش مهم من ورا قلبك شويه دي بس لا مش مهم كاس احسن اهم حاجه اهم حاجه المكسب الحمد لله اهم حاجه المكسب. خلينا نرحب بنجمنا محمد عبد الستار نجم النجوم النادي الاهلي في كره المايه. كابتن محمد بنرحب بيك. اهلا بيك كابتن. الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن. ربنا يخليك. كانت بطوله صعبه؟ اه طبعا بطوله صعبه. لسه هنتكلم على صعبه. وخلينا نجدد الترحاب بكابتن محمد ابو زديره كابتن الفريق. كابتن محمد منورنا. بنورك ربنا يخليك. خلاص بقى كده نتكلم عادي صح؟ براحتك كده. خلينا نتكلم مع الجول كيبر الاول. الجول كيبر اكيد عليك عامل كبير طبعا جدا طبعا. اسالني انا 60 او 70 صح. او 80%. لا انا شايف ان انت 90% وانا برضه. قول لي بقى قول لي يا مصطفى عملتوا ايه؟ ايه والله طبعا ماتشات كانت صعبه جدا. لعبنا فرق محترمه نادي الجزيره ونادي هليوبلس. ماتش الفاينل كان ماتش كووتر بولو نفسه كجمهور بيتفرج بره الجمهور كله استمتع. الفرقتين قدموا ماتش كويس جدا. الماتش كان رايح جاي. كنا خسرانين فرق 3 قدرنا نرجع تعادلنا تقدمنا رجعوا لغايه في الاخر ضربات الجزاء وابتسمت لينا الحمد لله. ابتسمت لينا الحمد لله. محمد 8-5 النادي الاهلي خسران وانت بتلعب في ارض الملعب الموضوع شكله ازاي؟ رعب يا كابتن خالد. رعب. عجبني الكلمه رعب. رعب. يعني عايز اقول لحضرتك كان السكور 8-5 ده كانت لحظه احنا كلنا يعني اتهزينا فيها. الحمد لله ان احنا عرفنا نرجع بسرعه. الحمد لله ان احنا عرفنا نجيب جون والتاني بسرعه وتعادلنا بسرعه 8-8. ساعتها الماتش فرق وساعتها ابتدينا نشم نفسنا كلعيبه ان احنا نلعب يعني تلعب. في ماتش ان احنا الماتش ما ضاعش مننا الحمد لله. 8-5 ابتدينا نتهز بس الحمد لله يعني ربنا رجعنا ثقتنا في نفسنا الحمد لله. الحمد لله. محمد 8-5 هزه 8-8 تعادل والفرقه بدات تفوق مره ثانيه. يعني زي ما عبد الستار كان بيقول هو فعلا كان رعب ان احنا هي كانت قشايه يعني الكسر والماتش هيفتح مننا ويا اما ان احنا نلم نفسنا تاني ونعرف ندخل. عبد الستار حتى هو اللي جاب لنا جول التعادل هو بس انا كنت متاكد انا كنت متاكد ان احنا هنكسب يعني حتى لو السكور 8-5 ده بجد ده بجد والله والله يعني واحنا 8-5 حتى انا متاكد احنا ان شاء الله نعمل كام باك وهنرجع حتى في البينالتيز احنا ايوه ليه لا 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 هي انا واثق في فرقتي واثق في نفسي واثق في مدربي واثق في ادارتي فحسيت ان انا يعني ما راحش مني في فتره في الماتش اللي احنا ممكن لا قدر الله نكسب بقى. اول ما جبنا السادس الموضوع عندك اختلف. لا اول ما جبنا الثامن كمان الثامن يعني اول ما جبنا 8 يعني 8-5 ابتديت طبعا بيبقى في حبه توتر طبعا موجودين اللي انا ما استقبلش جون تاسع عشان فرق 4 غير فرق 3 اكيد. وابتدينا 8-6 8-7 اول ما 8-8 كمان اتعادلنا قلت خلاص ابتسمت معاك لعبت تمام. اكيد في الهزه بتبقى عندك شخصيه البطل وهي شخصيه النادي الاهلي بالظبط. وهي الحمد لله شخصيه جت ان احنا ربنا كرمنا الحمد لله ان الكاس مع الفريق ده هو الفريق كله الحمد لله قدر ان هو يحافظ على نفسه وان هو ما يخسرش الماتش نفسيا قبل ما يخسره فعلا وهو ده اللي ساعدنا ان احنا فعلا
ان احنا نرجع ننافس تاني ونرجع نجيب ال 8 6 وال 8 8 وحتى ايفن احنا بقينا الليدنج بعد كده كمان ان احنا نجيب احنا الجون التاسع وكده وهم اللي خرجك شويه من ووتر بولو. هقول لك صراحه انت كابتن الفريق بقى اسالني برده لما اكون كابتن فريق في وجع دماغ في الفرقه في 2 3 لعيبه كده منهم جول كيبر عليه اكيد عاملين وجع دماغ في الفرقه عايزين نخرج بره ونخش في الكواليس يا محمد بصراحه. والله هي شخصيه الفريق الاهلي مختلفه عن شخصيه اي نادي تاني ان انت تعرف تبقى كابتن فريق وان انت تعرف تدير الفريق طبعا ده بتبقى صعبه جدا بس يعني شخصيات متعبه بس على قد كده على قد ما هي بتديني انا ككابتن فريق بتديني السبورت الكامل ان هم يقدروا ان احنا نساعد الدنيا وان احنا نقدر ان احنا نحسن واي ازمه نعرف نعديها. ما اتكلمتش على مصطفى اكبر مشكله عندك في الفرقه من غير ما اعرف خلي بالكوا انا فعلا مش يعني مش معاشر بس انا شايفه قدامي وعلى طبيعه لعيب عارف ان حارس مرمى زمان كنت بعمل مشاكل فاكيد حارس المرمى هو اكبر مشكله عندك. مصطفى ليه معامله خاصه يعني أيوة. هو دكتور هو دكتور فالواحد لازم يديله برستيج كدكتور يعني عامله كدكتور. قول لي الموضوع عندك صد صد خسرتهم يقول لك مصطفى خسرنا كسبتهم يقول لك احنا ابطال صح؟ لا وانا خسرتهم كتير لا الحمد لله وقت المكسب هو موجود يعني طبعا مسؤوليه كبيره جدا جدا الجون ممكن هم كفيزيكال كمجهود بدني طبعا بيتعبوا اكتر مني كتير بس انا مجهود بدني ونفسي لان انا هو لو يعني مدافع لو غلط لو مهاجم غلط في مدافع في حد تاني هيشيل انا لو غلطت ما فيش حد هيشيل. عايز اخدك بره الملعب شويه اتفضل بتعمل معاهم ايه؟ والله هم كلهم احنا دلوقتي طبعا الفريق فيه احلال وتجديد ودي كانت اصلا نقطه حلوه قوي اللي احنا نكسب البطوله واحنا معانا ناشئين كتير جدا معانا ناس مواليد 2002 و2001 و2000 متوسط الاعمار اصلا صغير جدا في الفريق فطبعا انا دلوقتي طبعا انا وكابتن محمد وكابتن عبد الستار يعني لعيبه كتيره دلوقتي اربع او خمس لعيبه هم دلوقتي الاكبر سنا فكنا علينا واجب كبير احنا نحتوي الناس اللي تحت نبقى تيم كلنا مع بعض طبعا في 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 كل واحد عنده اشغاله وحياته كنا ازاي نوفق بين الرياضه ونوفق بين شغلنا والحمد لله في الاخر يعني انا مبسوط ان اول بطوله للناشئين حتى معانا خدنا فيها الحمد لله اول. تمام محمد بره الملعب تاني وهصمم ان انا بره الملعب مش جوه الملعب مصطفى بيعمل ايه؟ مصطفى بيعمل حاجات كتير ايوه انا عايز حد يتكلم معايا اتفضل. لا مصطفى يعني على المستوى الشخصي أيوة. يعني جميل جميل تحس ان موقف يعني ادينا موقف نقدر نحكيه على الهواء لمصطفى موقف لمصطفى اكيد بيبوظ الدنيا كلها لا هو الهزار كده كده موجود يعني انت لازم يعني من ان الاخر كده يبقى فيه هزار عشان تفك بس التنشن اللي بيبقى موجود لان احنا بنبقى انا بقى اللي بفك التنشن انت مصطفى يعني بيقوم بالدور ده يعني كويس يعني وقت ما كابتن محمد يقول له خلاص يبقى خلاص خلاص طبعا ده اكيد طبعا لازم. لازم. خلينا نبص للووتر بول بشكل مختلف وانا قاعد بتكلم مفيش احتراف الموضوع ده محزني على لعيبه انا شايف ان هم يقدروا يلحقوا المرحله دي هو فيها كابتن خالد بس قليل يعني او العدد بتاع اللعيبه اللي بتحترف بره بيبقى قليل كان عندنا امثله قبل كده كان عندنا حاتم الغنام من هليوبلس كان عندنا خالد ماهر من عندنا في النادي بس هي الفكره كلها ان انت حياتك هنا الموضوع صعب شويه انت لازم تشتغل ولازم تتمرن ولازم تلعب رياضه ولازم في نفس الوقت لازم توفق بين الحاجتين المستوى بره اعلى شويه مننا محتاج كونسيستنسي اكتر محتاج ان انت تبقى بروفيشنال اكتر تسيب بقى كل حياتك وتسيب دنيتك وشغلك وكل ده وتتجه لووتر بولو بروفيشنال بس ما عندناش مصر احتراف ما عندناش لا بس احتراف متكامل يعني صعب ليه صعب. ليه صعب هو انا زي ما بقول لحضرتك كده يعني هي اللعبه في مصر عندنا البوبولاريتي بتاعتها مش عاليه مختصره فعلا على كوميونيتي صغير زي ما ابو زدير قال قصه ان انا احترف بره ديت محتاجه مني مجهود ومحتاجه ان انا ابدا من بدري يعني محتاجه ان يبقى في حد بيشوفني محتاجه ان انا اخرج العب بطولات بره محتاج سبوت كبير على الووتر حد يعمل سكاوتنج على الفرقه يبص على اللعيبه في مصر عامله ازاي يشوف مين اللعيبه الكويسه اللي ممكن تبتدي تلعب بره ويبقى ليها مقومات ان هي تلعبها بره مصطفى قول لي عملت المدير الفني دانيال عامل معاه ايه؟ علمته عربي؟ لا لا مش علمته عربي بس هو يعني هو مدرب هو بروفيشنال جدا يعني هو في وقت التمرين هو مدرب
وبره التمرين هو صاحب لينا، قريب لينا، واثقين جدا فيه، هو واثق فينا. ف يعني التعامل ما بيننا من داي وان، يعني من داي وان، من اول ما وصل احنا كنا قرينا السي في بتاعه وعرفنا هو قد ايه حجمه كمدرب ووتر بولو على مستوى العالم. عرفنا احنا معنا مدرب كويس قوي، والحمد لله بالنتائج. يعني احنا دخلنا 3 بطولات من ساعه ما ديان مسكنا، الحمد لله خدنا 2 وما وفقناش الحظ في واحده، خسرنا السنه اللي فاتت الدوري من نادي الجزيره. بس ان شاء الله بقى الحلم الكبير قوي 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 ان شاء الله اللي احنا نبقى مع حضرتك كمان 3 أو 4 شهور واحنا واخدين الدوري. ده الحلم الاكبر لينا ان شاء الله باذن الله. بنحلم مع بعض بالحلم الاكبر دي حقيقة. وانت عايز تاخد اجازه يعني ازاي الاثنين متناقضين شويه؟ لا طبعا انا بنقولها طبعا كهزار، احنا يعني هيقول السبت كله في مواعيده بيحاول ان هو موجود، لان طعم المكسب حلو. فانت بتبقى دايما عايز ان انت تاني لما وانس ان انت نادي الاهلي بالظبط، نادي بطولات يعني طبعا ما تقدرش تقول حاجه تانية. بصراحه شديده الخواجه ضاف ايه للعيبه النادي الاهلي؟ لا ضاف كتير يعني. الواحد بيقول لي يا ريته كان من زمان لحقوا من وهو صغير كان فعلا. لا طبعا الخبره مختلفه تماما. اسلوب التعامل النفسي مع اللعيب، اسلوب التعامل البدني مع اللعيب والاعداد ليه، والتكنيكاليتيز اللي بيعلمها لك، البوزيشننج بتاعك كوقفه ملعب، كوقفه كانت كلعيب نفسك انت بتعملها ازاي. فلا الاضافه بتاعته طبعا محدش يقدر ينكرها يعني. الاعنف هي لعبه الوتر بولو طبعا ليه طبعا؟ الهاند بول اقوى، انا شايف وجهه نظري. لا 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 ايوه الوتر بولو عشان انت يعني الجزء اللي تحت المايه ده هو الجزء معلوش اي كنترول من اي حاجه، معلوش اي رقابه من اي حاجه. ده بلاس طبعا ده معلوش اي رقابه من اي حاجه. فهي لعبه عنيفه جدا، التدخلات فيها عنيفه. انت عشان تتحرك كمان في المايه الموضوع صعب جدا، ان انت تتحرك في المايه وتعوم وتغير من وقفتك وانت عايم لواقف تستلم الكوره، بتفايت عشان تبعد مدافع عشان تستلم الكوره. لا الموضوع يعني عنيف جدا، صعب يعني. لعبه عنيفه، درجه حراره في مصر تحت الصفر، برد جدا برد جدا. طب هم رايحين جايين وانت واقف مكانك. طب انا احكي لك كوتش موقف. أيوة. احنا ماتش الفاينل كنا بنلعب في نادي هليوبلس قدام الجزيره. كويس. انا عايز اقول لك ان ميه البسين كانت كولدير بجد. لا 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 هي مش ساقعه يعني، احنا متعودين على الميه الساقعه. ما لا كولدير يعني ميه تلج، ميه تشرب منها وانت في الصيف عطشان. هو السؤال مش دي ميه متدفئه المفروض درجه حراره 30 29 بس ساعات ممكن بقى يعني ما اعرفش ايه اللي كان حاصل في نادي هليوبلس ساعتها. بس الميه لا الميه ساقعه جدا لدرجه ان هم فعلا بيروحوا وييجوا. انا الهجمه وهي هناك انا في مشكله عندي، مشكله بجد كعضلاتي بسقع، برجع تاني ابقى عايز اسخن تاني. فكنت بعاني بجد. بتعاني من الموضوع ده؟ يعني حتى الادرينالين موجود والماتش عالي جدا بس حاسس ان الميه ساقعه. ساقعه جدا عليك. ساقعه. لما وصلنا لرميات الجزاء ده اصعب حاجه. كان واثقين فيا. لا هو كمان بالنسبه لي انا كمان كانت من اصعب الحاجات، لان انا شوت مرتين يعني. انا بعد ما مرتين. لان احنا الفريقين تعادلوا 5-5. لا عايزين نحكي الموضوع. لا ما تجريش كده. لازم اشوف حاجه. الموضوع كبير. لا الموضوع يعني هو نفسيا صعب جدا. انت بتحس ان انت بتشوط في خرم ابره يعني. انا الجون بيطلع قافل الجون كله، انا مش عارف هشوط فين. انا كنت اول واحد كمان، حظي ان انا اول واحد بشوط. اول واحد شايط مش نادي الجزيره شوط. لا الجزيره شوط شوط وبعدين انا بس انت البدايه. بس انا كنت اول واحد في الخمسه. الفرقه يديهم ثقه وربنا يستر. الحمد لله بالظبط. بس الحمد لله عدت. الحمد لله ربنا سترها معايا في المرتين يعني الحمد لله. فكانت نفسيا صعبه جدا. اصعب لحظه عندي كانت اللحظه يمكن عبد الستار بيشوط فيها. كنت بشوط الاخيره. بتشوط الاخيره؟ هو كان بيشوط الاخيره. فهو شاطها جت في قدامك. بص بدانا اهي يعني. يا ريت توصفوا لي. لا ده زميلنا يوسف. ده انا ده تقريبا. ده كريم. ده كريم. ده كريم. ده كريم. قول لي مشينا ازاي؟ 1-1 5-5 ولا ايه؟ هو ايكوال كله ايكوال. احنا لحد 7-7 احنا ايكوال. هي دي يا كابتن خالد. دي الشوطه بتاعت عبد الستار. دي الخمسه بتاعت قلبنا كلنا يعني. هو حط ايده وخبطت في العارضتين ودخلت. الله لا ثواني رجعوا لنا اللقطه دي. اللقطه دي وقعت قلبي بالظبط يعني. قول لي رحت ازاي تشوط البينتي الخامس او رامه الجزاء رامه الجزاء الخامسه؟ شطها ازاي؟ باي اعصاب؟ باي حاجه وانت عارف دي تمنها بطوله؟ ده انا هي تمنها بطوله زي ما حضرتك شايف يعني. انا دخلت طبعا سميت قبل ما اخش اشوط. سميت لازم.
قررت ان انا اغير الزاويه لان انا كنت شوت ضربه جزاء في الماتش كانت في الزاويه الثانيه، فقررت ان انا اغير الزاويه في الكرة دي. جت طبعا زي ما حضرتك شفت جت في ايد الجون وفي العارضه وفي العارضه الثانيه. انا طبعا كل ده وانا بشوفها يعني انا مش مصدق. طب انت هتخش امتى؟ هي دي صح؟ هي لا لا مش هي دي. لا تمام. طب قول لي قول لي، هو رمية الجزاء عندكم لازم دام طلع لازم يشوط؟ مفيش اي نوع من انواع التهويش اي حاجه؟ صفاره الحكم بتشوط على طول. صفاره الحكم بتشوط على طول بالظبط. كام ثانيه في ياخدها اللعيب لما يطلع ولا على طول؟ هي ثانيه يعني جزء ثانية. جزء من الثانيه يعني انت بتلعب فيه. طب قول لي بقى مصطفى عمل ايه في البلنتي السابع؟ بقينا 7-7 لا انا ديان عمل حاجه. قول لي لعب في اعصاب يعني لعب ازاي؟ ان هو الضربه السادسه راح مبدلني منزل منزل جون محمد وليد منزله الضربه السابعه راح الدخل الصغير الصغير بالظبط راح منزلني تاني في الثامنه راح اتخبطه في ايدي وفي العارضه واتصدت راح يوسف بعد كده جاب الاخيره. الاخيره يعني هي الضربه الرميه الثامنه هي موجوده معانا الرميه الثامنه دي يا جماعه يا ريت عشان بس مصطفى حتى يستمتع بنفسه. قول لي الرميه الثامنه لما مصطفى صدها. لا ده يعني كلنا كنا يعني مصطفى كان مع كل كوره بيروح لها وبيحاول يجيبها ما كانش توفيق كان ما كانش فيه توفيق من ربنا طبعا بس اخر كوره طبعا كلنا لان كل ما انت بتبقى واحده وواحده بتبقى العبء النفسي والضغط جامد جدا سواء على الجون طبعا لان هو بالنسبه له هو حاسس ان هو واقف في بحر طبعا او بالنسبه لنا احنا ان احنا هنحطها فين في الحته الصغيره اللي الجون بيسمح لنا ان احنا نحطها فيها يعني فكان مصطفى ان مصطفى يصدها لا دي ريحتنا كتير جدا. محمد احتفاظ فريق الاهلي الوتر بول بكاس مصر حملكم عبء كبير قوي لبطوله الدوري اللي جاي. طبعا خلاص كلنا يعني عايزين كلنا طمعانين كلنا طمعانين كلنا عايزين نكسب كلنا طمعانين في الدوري بقالنا كذا سنه النادي الاهلي فريق كره المايه طمعانه في الدوري الدرجه الاولى بقالها كذا سنه بنوصل للمراحل النهائيه وربنا ما بيوفقناش محتاجين بقى ان احنا يعني نكسر بقى الحاجز ده محتاجين ان احنا نرجع الدوري البيت نرجع الدوري الاهلي اكيد. لحظه الانتصار هي اعظم لحظه بالنسبه للرياضي طبعا لازم تحكي على اللحظه دي يا مصطفى. والله اللحظه دي هي بجد يعني احنا بنلعب الرياضه وبنتعب كل الشهور ده تمرين وكل الكلام ده عشان اللحظه زي دي لحظه انت بترفع الكاس لحظه انت بتشوف الناس القريبه ليك محمد رفع الكاس ابو زيد صح هو رفع الكاس اهو مبسوط طبعا بيقول لك ايه مش عايز دي حد طبعا لا طبعا اسالني انا طبعا كابتن الفرقه اهو بص بترفع على اعناقه وكل حاجه كابتن الفرقه مازن ده وانت بتعيط خلي بالك اللي رفعه على الرفع ده الفرود الثاني ده الفرود الثاني بتاع مازن ما شاء الله بصراحه هو احس اهم حاجه الروح الروح بين الفريق والله مصطفى بحس دايما ان الووتر بولو هي اسره دي اسره فاميلي دي حقيقه موضوع الكوميونتي عندكم مختلف شويه مختلف شويه يعني اذا كان من الصغيرين للكبار دايما ملعب الووتر بولو تحس ان هو كلهم يعني اخوات بعض دي يعني دايما من زمان وانا بلعب الكلام ده مظبوط يا محمد طبعا طبعا يعني هي بتبقى فعلا زي ما حضرتك قلت هو ده احسن وصف ليها احنا بنبقى اسره فعلا مع بعض يعني من يعني الكبير دايما بياخد باله من الصغير وزي ما مصطفى قال في الاول ان احنا بنحاول نحتوي الصغيرين بالذات لما ابتدوا يطلعوا معانا وان احنا حتى الفرق الصغيره الناشئه اللي لسه ما طلعتش معانا بنحاول ان احنا في تقسيمات معاتهم لو احنا واقفين معاهم في تمرين او حاجه نحاول نوجههم نحاول ان احنا نخليهم احسن لان طبعا ده هيعود علينا احنا في الاخر وهيعود على النادي الاهلي طبعا ان هو هيبقى احسن والصغير بيبص لنا ان هو لا ده انا عايز ابقى زي كابتن مصطفى زي كابتن عبد الستار ان هو احنا لا عايزين نحسن من نفسنا وان احنا نوصل له. بصراحه شديده تقول لي ايه الشباب اللي كسبوا معاكم كاس مصر ألف يعني شكر. الكبار خلاص ألف لكن شكر. الشباب لازم يديهم كلمه انا الشباب بالنسبه لي في زي في جيل اللي طالع ابتدى أيوة. يعتمد ورقه وهو كلاعيبه عموم يعني مواليد 2001 و2002 و2000 لا يعني عملوا ماتشات حلوه جدا ريحونا كتير احنا بنبقى عنصر خبره بس هم اللي فيهم الصحه هم اللي بيروحوا طالعين بيجري في الملعب وديان اعتمد عليهم بصوره كويسه جدا في الموسم دهوت وهم اثبتوا نفسهم ويعني لازم يحافظوا على الاداء اللي هم بيعملوه دهوت ويحافظوا على شغلهم علشان المستقبل بتاعهم احنا بنسلم رايه. محمد السوشيال ميديا اكيد فيها عوامل واكيد فيها دعم طبعا وترويش وهزار وضحك وحاجات كتيره بعد ما كسبتوا البطوله دي ايه اللي حصل؟ لا طبعا في كان في الووتر بولو في عارف انت في الجروب الووتر بولو لا طبعا كان في بروباجندا جامده جدا على السوشيال ميديا كان في الناس كلها فرحانه سواء كان صحابنا قرايبنا الناس اللي كانت بتلعب ووتر بولو من زمان فرحانه لنا بس اكيد كله لسه مستني مننا ان احنا نوصل ان احنا نجيب الدوري
هو ده المين بوينت بتاعنا. ده المين بوينت بتاعنا. بس اكيد مصطفى كان ليه شغل على السوشيال ميديا جامد. طبعا ده نجم صح؟ نجم ودكتور وعيادات وحاجات كتير. اه لا صوت دكتور في ايه؟ اسنان. اسنان فعلا؟ فعلا. يعني انت بتخلص تدريب؟ انا يومي صعب. قول لي يومي صعب جدا. احكي لي على يومك كنا يعني بروح العياده بحاول على قد ما اقدر اخلص بدري، انت عارف شغل الدكاتره اكتر ليلي اكتر منه صباحي. طبعا. فبحاول اخلص. احنا تمريننا الحمد لله ان احنا تمريننا متاخر، يعني بنبتدي تمرين جيم الساعه 9 بننزل الميه 10، ف10 بالنسبه لي مقبوله جدا. فالجيم بتخلع منه؟ مش بخلع منه، بس بحاول ايام بحاول اوفق بين الرياضه والطب، يعني بحاول ايام خلاص بخلص العياده متاخر فطبعا ما بقدرش اروح، وفي ايام تانية بحاول اظبط يعني بوفق بين الاثنين عشان بحب المكان ده. يعني انا بلعب كره الميه حبا في كره الميه، وانا الحلم بتاعي الاكبر اللي هو عشان بعد كده يبقى انا حققت حاجه للنادي، اللي انا بقول لك نرجع الدوري. بس هو يومي صعب. انا بقول لك يومي صعب كلنا والله. ولا مره محمود شافي. انا شغال في بنك امارات دبي. في بنك. اه نفس الكلام. بس انت صباحي ده مسائي؟ ده لا بس صباحي. بس مسائي والله كل حاجه. بس صباحي ممكن نخلص لحد متاخر، يعني نقعد لحد الساعه 7 8 عادي جدا. اه ونخلص نطلع على التمرين. محمد بتشتغل في ايه؟ انا شغال في مؤسسه ماليه برضو. كلكم بنوك؟ اه ما شاء الله معظمنا في يعني وفي لا ولا وفي معانا مهندسين. لا 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 الفلوس ده مش عايزين فلوس. مفيش فلوس الحمد لله مستوره اكيد. طب من وجهه نظري ان رياضه الوتر بولو تروح حته تانية، لان في نجوم كتيره فعلا فيها، ليه مش موجودين في الاولمبياد؟ هو زي ما قلت لحضرتك، يعني هو موضوع احنا سبق اتكلمنا على الاحتراف، فبالتالي نفس الكلام بالنسبه للاولمبيك جيمز. لازم يبقى عندك اعداد بدني واعداد للفرقه من بدري قوي، تعد جيل ان هو هيلعب الاولمبيكس دي. تعدوا بقى من بدري زي ما كوتش ديان قال كده، تعدوا من بدري سنتين ثلاثه، تبتدي تطلعوا معسكرات، تبتدي تطلعوا يلعب في بطولات دوليه عشان تاهله ان هو يلعب مع الفرق الفيرست كلاس. ببارك لكم واقول لكم الف مبروك. فعلا كنت نجوم ولسه مستنيين كتير يا مصطفى. خلي بالك، عايز اخد منك كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي، تقول لهم ايه؟ احنا هقول لجمهور كره الميه في النادي الاهلي، سبيشلي جمهور كره الميه، ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ناخد الدوري. احنا معانا جيل واعد والمنافسين بتوعنا واعدين طبعا، منافسه تبقى قويه جدا في الدوري بيننا وبين نادي الجزيره ونادي هليوبلس. بس ان شاء الله يعني ان شاء الله الدوري في الاهلي. الدوري بقاله 13 او 14 سنه ما دخلش النادي. فانا واثق في الجيل ده باذن الله، واثق في روح الفريق مع بعض، واثق في مدربي، واثق في ادارتي، واثق في كل حاجه. ان شاء الله اللي احنا هنتقابل واحنا ابطال الدوري. هنتقابل باذن الله ابطال الدوري. محمد قول لي كلمه اخيره لجمهور الاهلي او جمهور الوتر بول في النادي الاهلي. هو زي ما مصطفى قال برضو احنا بنوعدهم بالدوري. هي دي الرايه اللي احنا هنسلمها ان شاء الله، يعني سواء ابو زديره او مصطفى ان شاء الله هنسلم رايه الدوري للفرقه اللي بعدينا او للجيل اللي بعدينا عشان يبتدوا بقى ان هم يكملوا بعدين بالدوري وبالكاس وكل البطولات في الاهلي ان شاء الله. افريقيا في الكوره. انت الدوري وافريقيا. دوري ووتر بولو وافريقيا في الكوره. لا عاجبني. ماتشات بتروح وكده؟ مش بروح عشان شغلي وتماريني، بس متابع للاهلي رهيب. طبعا. محمد كلمة أخيرة لعيبتك عشان احنا بقينا لازم نختم. ألف شكر ليهم. دي أول حاجة لازم أقولها، من أصغر لعيب معايا في الفريق لأكبر واحد معايا، لازم إن أنا أشكره على المجهود. في ناس عندنا في غيابات وفي ناس مش متواجدة، نفسنا إن هم يبقوا معانا وربنا يكرم ويرجعوا لنا بسرعة. المشوار قدامنا لسه طويل، لسه قدامنا فترة وقدامنا مجهود كبير قوي ان شاء الله. ربنا يكرم عشان نيجي زي ما مصطفى وعبد الستار بيقول ان احنا نبقى قاعدين معاك شهر 4 ان شاء الله، وبعد قاعدين بقى بالكاسين بقى دوري وكاس وكل حاجه نبقى قاعدين كل فرقه بقى باذن الله. باذن الله ان شاء الله. مبروك ليكم كلكم، مبروك للنادي الاهلي. بطوله مهمه كاس مصر، والاحتفاظ بيها كان اصعب، لكن منتظرين دوري كره الميه من لاعبينا الكبار اللي قدامنا. بشكركم والى اللقاء. شكرا.